بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال ابن كثير رحمه الله: قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق، يعني شديدة الطول، كثير شعر الرأس. فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة. فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمني تفر؟ قال: يا ربي إني استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح إسنادا مع أنه ضعيف أيضا، يعني موقوف على أبي ضعيف إلى أبي، لكن الجزء الخاص بأنه بعد الأكل من الشجرة وهي الخطيئة بدت عورته، بدت لهما سوآتهما. وأما طول آدم عليه السلام فشاهده في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم عليه السلام أنه كان 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء. وروى عبد الرزاق عن سعيد جبير عن ابن عباس، اسناد ضعيف جدا. قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما أو وري عنهما من سوآتهما
أشعارهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض. فانطلق آدم عليه السلام موليا في الجنة فعلقت برأسه شجرة من الجنة فناداه الله يا آدم أمني تفر؟ قال لا ولكني استحييتك يا رب. قال أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال بلى يا رب ولكن عزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال وهو قول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. قال فأهبط من الجنة وكان يأكلان منها رغدا فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب. فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم يبلعه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ، يعني من التعب. ما هم كده، لكن هي لم يبلعه. حديث ضعيف جدا، وهو خلاف الظاهر في قوله وكان الذي وري عنهما من سوءاتهما أشعارهما. الشعور هذا خلاف ظاهر القرآن. السوءة معلومة هي العورة، وظاهر الكلام من القرآن أبي بن كعب أنه قال بدت له عورته عند ذلك. وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد جبير عن ابن عباس وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال ورق التين، صحيح إليه. قال مجاهد جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة قال كهيئة الثوب، مثل الثوب يعني. وقال وهب بن منبه في قوله ينزي عنهما لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بسند صحيح إليه إلى وهب بن منبه، وهب كما هو معلوم يروي الأخبار الإسرائيلية. وروى عبد الرزاق عن قتادة قال آدم أي ربي أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأل النظرة فأعطي كل واحد منهما الذي سأله. يعني آدم استغفر وتاب وإبليس طلب النظرة ليعاند ربه عز وجل. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجرة قيل له لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال حواء أمرتني. قال فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. قال فرنت عند ذلك حواء فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك. الرنة زي الصيحة يعني، لو بيسمينا سويت يعني. قال الضحاك بن مزاحم في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية، والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا الآية، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكرنا أن الله لم يذكر قط أمر الحية، وأن الجنة ليس فيها ما يؤذي، ولم يرد نص يدلون أن الحية كانت في الجنة ثم أهبطت، فنحن لا نثبت شيئا لم يثبته الكتاب ولا السنة. وقد ذكر المفسر قال وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات. أهبط بالهند وحواء لا ندري أين في مكان آخر، ده أهبط بعرفة التقى بعرفة، يعني اختلافات عجيبة وطويلة في المكان الذي أهبط فيه آدم والمكان الذي أهبطت فيه حواء، وكل ذلك مما لا دليل عليه ولا حاجة به، وهما قد عاشا معا بدليل أن الذرية منهما. يقول والله أعلم بصحتها، ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن ما يقال في ذلك، يعني البحث عن الشجرة، هل هي السنبلة، هل التفاح، هل النخلة التي أكل منها، ما الفائدة في ذلك؟ شجرة معينة، أنها الورق الذي صار يخصفان ويلزقان بعضه ببعض كهيئة الثوب، هل هو شجر التين، هل هو شجر آخر، لا فائدة لنا أيضا من ذلك. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس مستقر القبور، وعنه مستقر فوق الأرض وتحتها، رواهما ابن أبي حاتم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. فدلاهما بغرور، قربهما إلى المعصية، إلى هذه الشجرة بأن غرهما، فلا بد أن نحذر من القرب من المعصية. ومن حمى حول الحمى، من رعى حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. دلاهما بغرور، الشيطان يقرب الإنسان إلى المعصية بالتدريج ويتحايل حتى يصل إلى غايته من الوقوع في المعصية بأن يغر الإنسان، إما بتعليل النهي لكي يثبت له أن العلة من النهي كذا وهي ليست موجودة، أو أننا أفعل هذا المنهي عنه لغرض آخر حتى يفعل الإنسان ما نهى الله عنه، فهذا غرور. وكذلك من الغرور أن يكون الإنسان متعلقا قلبه بالدنيا الزائلة وحب البقاء فيها، كما بين الله عز وجل أن الشيطان غر آدم وحواء بقوله أو تكونا من الخالدين، أن يكون الإنسان متمنيا للبقاء
على الدوام، وهذا لا بد أن يقع خلافه، لا بد أن يرحل الإنسان ولا يبقى، فيحصل عند ذلك أن لا يغتر الإنسان بالبقاء في الدنيا. إذا من الغرور الذي غر الشيطان به الوالدين وقربهما إلى المعصية هو حب البقاء في الدنيا والاغترار بها. من الغرور تسمية الأشياء بغير اسمها. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذه حيلة شيطانية متكررة، يسمي الأشياء بغير اسمها ليغر الناس، كما يسمون الخمور مشروبات روحية، كما يسمون الفسق والعري والفواحش فنا وإبداعا، كما يسمون العلاقات المحرمة بين يعني الرجال والنساء في المجتمع وأنواع المنكرات فيه حرية وتقدما وحضارة، يمتدحون هذه الأسماء مع أن حقيقتها تختلف، حقيقتها كما هي عارية مجردة الفسوق والعصيان، كفر وفسوق وعصيان في أمور العقائد. يغر الناس بأن يسمي الشرك إيمانا واتباعا للأنبياء، فتكذيب الأنبياء شعار يهود زعما منهم بأنهم متمسكين بما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى عندهم من ذلك أيضا، يزعمون اتباع المسيح صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون ما جاء به في أصل كلمة التوحيد لا إله إلا الله عيسى رسول الله. تسمية الأشياء بغير اسمها، تسمية الإيمان كفرا والكفر إيمان، أهل البدع والضلال يقعون في هذا، يقربهم الشيطان إلى أنواع البدع من خلال الغرور، يغرهم بتسمية الأشياء بغير اسمها، يسمي الحق إيمانا، يسمي الحق باطلا والباطل حقا، يسمي الإيمان كفرا والكفر إيمانا، يسمي الالتزام تطرفا، يسمي الجهاد إرهابا، يسمي سفك الدماء جهادا، سفك الدماء المعصومة يسميه جهادا ليغر الناس. فهذا من ضمن أنواع الغرور. من ضمن أنواع الغرور التبنية بالباطل، أماني الباطل التي لا تتحقق. قال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. فكيف يتحول الإنسان إلى ملك وقد خلق من مادة أخرى؟ أماني الباطل، أماني الغرور، وغرتكم الأماني. فالأماني الباطلة تسمية الأشياء بغير اسمها من ضمن أسباب الغرور، المزج بين الحق والباطل، يظهر تعظيم اسم الله عز وجل وهو في الحقيقة ينهى عن طاعته وأمر بمعصيته. الباطل مر لا تقبله النفوس في أصل فطرتها، تتألم منه، الشيطان يريد أن يمرره كما نفعل في الدواء المر. ماذا يصنعون فيه صناع الأدوية؟ يغلفونه بطبقة من الإيه؟ من السكر حتى يمر، ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث. فالشيطان من طرق غروره للناس أنه يغلف الباطل بشيء من الحق. وأول شرك وقع على ظهر الأرض كان سببه مزج الحق بالباطل، كان في قوم نوح لما أوحى الشيطان إلى أتباع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر
إلى أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها تماثيل وسموها بأسمائهم لكي تتذكروا عبادتهم. الحق حب الصالحين، الباطل صنع التماثيل التذكارية. زاد الأمر بعد ذلك حتى عبدت لما نسي العلم. فمزج الحق بالباطل هو أولا كل أهل البدع عندهم هذا الأمر، بل كل أهل الشرك. انظر إلى قول المشركين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. يبقى عنده حق ويضيف إليه باطلا. لماذا؟ لكي يمر الحق. حب المسيح عليه السلام، حب موسى عليه السلام، هذا من الحق الذي هذا عند يهود وهذا عند نصر. حب المسيح عليه السلام مرر الشيطان به الشرك بالله والغلو وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من الحذر من حيل الشيطان في الغرور. لابد أن يكون الإنسان على حذر من طرق الشيطان التي يريد أن يوقع الإنسان بها في معصية الله سبحانه وتعالى. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ذكرنا أن الله فطر الإنسان على حب الستر، ولذلك سميت العورة سوءة لأنها تسوء الإنسان أن تظهر. يسوء الإنسان أن تظهر، يسوء الإنسان ظهور العورة. تحولت الفطرة بسبب الطمس الذي فعله البعض على هذه الفطرة الإنسانية السوية حتى صار ما يسوء يسر. كثير من النساء يتبرجن ويكشفن عورتهن، وصار اليوم الحال أسوأ. هذه المواقع الإباحية التي تظهر السوءات هي والله تسوء البشر، هي تؤلم من ينظر إليها وتؤلم من يكشف عورته أمامها، ويحصل من ذلك ما يسوء البشرية كلها بسبب طمس الفطرة. كيف يتلذذ الإنسان بما يسوءه بما يؤلمه؟ هذا ليس أمرا سويا في الحقيقة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. استفيد فائدة عظيمة من ذكر كلمة السوءة. العورة سوءة، يسوء الإنسان أن تكشف. انطمست الفطرة حتى صار الناس يتباهون بالعري، ربما صار من يستتر متهما يطلب طرده أو رجمه. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، صار التطهر عن الأرجاس تهمة تقتضي الإخراج لما تعود عليه الناس من ذلك. وهذه المسائل التعود عليها أمر عجيب. تجد بلادا ومجتمعات قد وقع فيها من أنواع التبرج ما لا يطيقون معه الحجاب فضلا عن ستر الوجه مثلا للمرأة. ومجتمع وعندما يتعود الناس تدريجيا على الحجاب يكون أمرا مقبولا معتادا. والعكس بالعكس، يبدأ الأمر بكشف بعض الأجزاء كما بدأ سفور المرأة في بلادنا وفي بلاد أخرى. بدأ الأمر أولا بدعوة لكشف الوجوه فقط، ومعلوم أن مسألة فيها خلاف، ولكن ما كان الأمر ليقف عند هذا الحد، بل تطور الأمر حتى وصل الأمر إلى كشف الفروج والعياذ بالله. لذلك نقول سبب ذلك طمس الفطرة، تغير الفطرة. لكن حقيقة هذا يسوء ويؤلم ويؤذي الإنسان.
الفطرة الإنسانية في كشف العورة، في ستر العورة، الفطرة الإنسانية في ستر العورة، وأنه يستاء الإنسان عند ظهورها. فالحجاب ليس كما يظن الغرب وأذنابه أنه حجر على المرأة، أنه حجب للعقول، وكم استهزأوا بالحجاب وأطلقوا عليه مثل هذه الألفاظ. فنقول يجب على الإنسان أن يحافظ على فطرته ويتجنب ما يحدث في التغير فيها، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، جعل يخصفان خصف النعل يعني معالجة الخرق الذي فيه، وكذا خصف الثوب يعني يضعون الأوراق ثمار أشجار الجنة بجوار بعضها البعض لكي لا تظهر العورات، لكي لا يكون بينها مسافة بين الأوراق، هذا معنى الخصف. بمجرد ظهور العورة فطرة الإنسان تدعوه إلى محاولة سترها. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، بيان عاقبة المعصية، وهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. نتعلم فيه أننا إذا أردنا أن ننهى عن أمر نهى عنه الشرع فينبغي أن نذكر آثاره المؤذية للإنسان ونبين خطره ويعاتب من فعله. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وتأمل كيف ذكر الشجرة أولا عندما كانت محرمة، ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة، اسم الإشارة القريب، أما عندما أكل منها فقد ابتعد كثيرا، فلذا قال عن تلكما الشجرة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، لأنهما ابتعدا، بعد عن المنزلة التي كان فيها على الأقل بقلوبهما، ثم صار بالقلوب والأبدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قد قال ذلك سبحانه وتعالى فله الحمد. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا الدعاء فيه توسل إلى الله بربوبيته وبالاعتراف بالذنب وأنه لا ملجأ إلا إليه من بالاستغفار والترحم، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. توجد إعلانات في القنوات الإسلامية مادة تسود الشعر الأبيض، تسد ما هي مادة الميلامين، يقول أنها علاج ورث الصبغة، هل نستعملها؟ طالما تجعل الشعر الأبيض الشيب أسود فلا تستعملها. نزل القرآن بلسان العرب وأعلزهم عن أن يأتوا بمثله، وجاءهم رسول منهم يعلمون صدقه ولم يكونوا يكذبوه فيما يقول، ثم أعرضوا عن الانقياد له واتباع ما جاء به، فكيف نقول إنهم لم يفهموا ما جاء به؟ لم يفهموا كثيرا من الحجج التي استدل بها القرآن على صدقه عليه الصلاة والسلام وبطلان شركهم. كلما سمعوا آيات القرآن كلما اتضح الحق، وقد كان من يسلم منهم إنما يسلم عند سماع القرآن، فيجد نورا مبهرا
يجذبه، والذين بقوا بغير إسلام بل على محاربة كيف كان حالهم؟ كانوا معرضين. وهذا يبين لنا خطر الإعراض عن الحجة. وقد ذكرنا من قبل مرات أن هناك فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، يعني دلائل النبوة. من تأمل القرآن أيقن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن من دلائل نبوته. الكفار استناموا على ما عليه آباؤهم وأبوا أن ينظروا في القرآن وفي حجج الله عز وجل وظلوا على ذلك، فهذا إعراض. لو أنهم قرأوا القرآن لعلموا الحجة واستجابوا لها. والله عز وجل قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن هم لم يفهموا. سماع الفهم إن هو سماع الحس شرط، بدليل الأصم ممن تقوم لهم الحجة عند الله، يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. إذن وجود حاسة السمع شرط في التكليف فيما يتعلق بالسماع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني بعد يعني أن سمعوه بأذنهم، لو علم الله فيهم خيرا لأفهمهم في عقولهم. قال عز وجل ولو أسمعهم وهم على تلك الحال من الإعراض لتولوا وهم معرضون، بمعنى لو فهموا الحق لأعرضوا عنه. نعم، القضية أنه لابد أن يقع البيان. الواجب إقامة الحجة وليس تفهيم الناس الحجة. إيه؟ طب احنا بنقول كم دليل؟ عشان لو في واحد بلغته الحجج وهو دماغه مركبة على غير كده. أقول لك شعوب أوروبا كلهم يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنهم يكذبونه عمدا، ولا عامتهم يعتقد غير ذلك؟ أكثرهم يعتقدوا أنه رجل كذاب كما يسمعون من قادتهم وكبرائهم الذين أضلهم السبيل. لماذا؟ القرآن عندهم مترجم، وكثير من العرب غير المسلمين يسمعون القرآن ليل نهار. بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة، البيان وقد حصل. أما تفهيم الحجة، لأن البعض بيقول لك أصل دول ما قامتش عمل الحجة ليه؟ عشان عندهم شبهات. طب عندهم شبهات دي لا تؤثر في أن الحجة قد إيه؟ قد قامت، لأنه قدامه. هو ليه بيقبل الشبهات دي؟ بيقبلها عشان عنده هوى في قلبه، عشان عنده إعراض عن الحق. فلذلك نقول لا يلزم أن يكون فاهما معاندا. البعض بيفتكر يقول لك الصدور مش فاهمين. مش فاهمين ايه؟ بلغتهم لا اله الا الله محمد رسول الله، وبلغهم القرآن، ولكنهم لا يتدبرون. يجي يقول له تعالى نفكر هنعمل بعد الموت، يقول لا مش عايز افكر في الموضوع ده. تقول طب مين اللي خلقك؟ في خالق خلقنا. يقول له اه غالبا كده صح. يقول له طب خلقنا ليه؟ يقول له لا مش عايز افكر في الموضوع ده، خلينا عايشين زي ما احنا. احنا عايزين ناكل ونشرب يشربوا خمرة وينكحوا النساء ويعيشوا بهذه الطريقة بس. يجي تفكر مفيش تفكير، يقولك عنده شبهات. اه عنده شبهات، مين اللي جابها له الشبهات دي؟ الشيطان. فاحنا بنقول الكلام ده عشان نثبت ان قيام الحجة بيحصل بالبلاغ بلسان قومه، بحصول البيان. البيان ده فعل مين؟ فعل النبي وفعل ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورثة الأنبياء عموما يعني في كل زمن. بل يبينوا للناس، كل الناس فهمت ما فهمتش، قبلوا ما قبلوش، الحجة قد إيه؟ قد قامت. نبين الفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة. خلاص كده لسه؟ طب قول إيه اللي لسه في الموضوع؟ ما معنى إعجاز القرآن لهم إن لم يفهموا معانيه؟ هم المشاهدين يفهموا، هم هو وصلهم بطريقة يفهمها أمثالهم بلسان قومهم. فالقرآن معرض لهم ليه؟ عشان بس هم المشاهدين يفهموا. لا، ولذلك أكثرهم يعني يظنون أنهم يحسنون صنعا.
هل نقول اعرضوا عن سماع مزيد البيان والحجر بعدما عرفوا ما جاء به؟ مش كلهم بدرجة واحدة، الكبراء والسادة ممن صرحوا بأنهم هو النبي وأنهم لا يكذبونه، وأن المشكلة أن بنو هاشم قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي، هنجيب ده منين؟ والله لا نتبعه أبدا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن له مثل الأرض. وبعدين في الأخير إيه؟ إن هذا إلا قول البشر. طب الأتباع إيه؟ الأتباع أمي، الأتباع كما وصف الله سبحانه وتعالى إذا أخرج ظلمات بعضها فوق بعض، قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. فهم أنواع، مش كلهم معاندين، في ناس منهم معاندين وفي ناس منهم إيه؟ أتباع مقلدين. إن وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ونعوذ بالله. فهم أنواع، بنقول الاثنين كفرة، القادة كفار الذين ضل يعني الذين يعاندوا الحق، والأتباع الجهال المعرضون كفار لأنه قد بين لهم الحق. صح، ممكن يقبل يبين له لحظة من لحظات عمره الحق ويبقى واضح قدامه، وبعدين طب انا هعمل ايه في المصيبة دي؟ هسيب قديم ابائي ازاي؟ هسيب ملكي ازاي؟ هرقل واضح جدا انه ظهر له الحق، مش كده؟ وهو الا ان كان ما تقوله صادقا، وهو عارف انه صادق، وبالك لا يملكن موضع قدمي هاتين ولا وددت اني فعلت كذا. وبعدين في الاخر عمل ايه؟ ظن بملكه، وبالك هديله لحظات يعرف فيها الحق. وبعدين زي ابو طالب كده بان له الحق وصرح بيه، لكن المشكله كانت عنده اترغب عن مله عبد المطلب؟ والناس هيقولوا ايه؟ لولا ان يقول الناس حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينا. يقوم دي لحظات ممكن تفضل موجوده مع الانسان بس يقرر قرار غلط، يقوم بعد كده يطمس الله عز وجل عن قلبه ونقلب افئدته وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، اول ما ظهر لهم الحق ما امنوش، فلما بعد ذلك رأوا الحق باطنا والباطل حق. طمس الله على بصيرهم. هو سبحانه وتعالى كل ذلك مشيئته. قال بعض العلماء إن الحاكم لا يقتل بعلمه لكن يحكم بعلمه، لا يقتل بعلمه صح كده، ولا يقتل ولا يقيم الحد ولا يقيم الجلد. يعني إيه اللي قالوا يحكم بعلمي؟ لو هو شاف واحد بإذني يقول كده حكمت عليه بالجلد عشان شفته بإذني، لهذا القول بلا شك لا يجوز. ولو كان إنما يحكم بعلمه، يعني الصحيح أن لابد أن يحمل الكلام على ذلك أنه اجتهد في معرفة الحق فحكم به، ولكن لابد أن يكون ذلك بأدلة أو قرائن عند من يرى القرائن عند انعدام الأدلة. وفي حالات، والصحيح أن القرائن يعمل بها عند تساوي البينات أو انعدام البينات، زي قصة سليمان مع إيه؟ مع المرأتين اللتين أكل الذئب أحد أبنائهما واختصم في الآخر. إيه الوسيلة إلى معرفة إن ده ابن مين؟ الاتنين بيقولوا ده ابني. إنما أكل ذهب الذئب ابنك، إنما أكل الذئب ابنك، كل واحدة تقول التانية، لا دي في بينة ولا دي في بينة، ولا ينفع يمين ولا ينفع ولا في حاجة. انعدام البينات أو الاثنين جايبين بينات، يبقى نحاول نجيب قرائن تدل على رجحان أحد ليه الوجهين. فسليمان عليه السلام داود قضى به للكبرى، أن يدي للكبيرة، مع أن ده لا أثر له، وصف الكبر ولا الصغر لا أثر له في كون ده حق ولا إيه ولا باطل، ده محق ولا مبطل. فسليمان عليه السلام أفهمه الله عز وجل إياها هذه المسألة، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما. قالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. الكبيرة وافقت ليه؟ عشان قلبها يبرد بأن إن التانية الأخرى ابنها مات، والصغيرة شفقة الأم الحقيقية
فاستدل قالت لا خليه يعيش بس يبعد عني بس ارحم من الايه من هو اتقطع. فاستدل سليمان بذلك على ان عدم جزع الاولى الكبرى انه ليس ابنا لها وانها تتشفى. ادي مرجح من المرجحات. طب لو هو في بينات لو جاء واحد ما خلاص مش هنحكم بالقرائن. القرائن مش هن ايه لان واحدة ممكن تكون في حالة نرفزة مثلا على سبيل المثال مش عايزة الولدة بس عندنا شهود ان هم جابوا ساعة ما ولدوا وراحوا جايين حاطين فيه اسورة والموردات شايفين وتقول لهم ده انا اللي حاطة الاسورة والست دي هو اللي ايه الولدة ابنها لما يتلخبطوا العيال في المستشفى. احيانا نخشوا حضانة على طول وبعدين الاثنين يكونوا في نفس التوقيت يروحوا جايين حاطين بتاعة كده واللي حطت البتاعة تكون هي اللي بتشهد ماشي كده بان دي هي اللي ولدت ده ودي هي اللي ولدت ده. فعندنا بينات اذا كان في بينات نحكم البينات عندناش بينات نرجع للقرائن. فالحاكم يحكم بعلمه في حالة ما اذا وصل الى علمه بالقرائن على سبيل المثال صدق الشهود كذب الشهود القرائن التي تدل على ما يرجح انه الحق عند انعدام البينات او تساوي البينات. فاما ان هو يحكم بعلمه بانه يرجم يجلد يقطع اليد بانه راى لكن القاضي بيقعد يدور في حاجه بيحكم فيها بعلمه انه الشهود دول عدول ولا مش عدول اتنين اختصموا في مال فقال له احنا ده واحد قال له ده احنا دفناه تحت الشجره في الصحراء ف تاني قال له لا ما دفناهوش كل حاجه ما خدنا ما عملناش حاجه. فراح جاي للتاني قال له انت عارف الشجره؟ قال له اه انا عارفها. فقال له طب خلاص روح لغايه عندها. فبعد شويه قال له هو زمان وصل ولا لسه؟ قال له انا لسه ما وصلش. فاهم بالك؟ يبقى ده ايه ده؟ يبقى اذا عارف المكان يبقى في شجره وفي حاجه اتدفنت. فايه ده يواجهه بها ليعترف و يحكم بناء على ذلك بكذبه في تلك الحال. قميص يوسف فنهون بقى الاولاني ولا الثاني؟ قميص يوسف قرينه بس ممكن في هذا هو في الحقيقه دي مش شريعتهم يعني دي مش شريعه اسلاميه ده كان ايه ده كان حكم عرفي عندهم او شاهد من اهلها. فهو بيستدل بقرائن الاحوال لان فيه الاثنين كل منهم يدعي شيئا وينفي شيئا. ما اقدرش اقول المدعيين انا مدعي منها انكر لان هي ادعت ان هو اراد ان ايه يتصل بها وقال هي راودتني عن نفسي ونفى انه اراد ان يتصل بها. كل منهما يدعي شيئا وايه وينفي شيئا. فالذي حدث وهم اصلا ما هماش مسلمين علشان يتقال ان ده هو ايه حكم شرعي لكن هو ده من باب القرائن. يعني احنا لو جت واحده بتتهم واحد بالاغتصاب وانه اغتصبها ومفيش بينات وهو بينفي ذلك هنظر الى القرائن عشان نوصل الى تصديق. عموما القرائن في هذه الاحوال لا يعني ايه تستعمل للوصول الى الاعتراف. نعم نعم